سلام البنات، سلام الغزالات ديالي، توحشكم بزاف. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم اليوم هذا الفيديو هذا ما فيهش شي حاجه، غادي ندير غير واحد الطوجه الغدا. قلت علاش لا ما نشاركوش معكم، يعني ماشي ضروري نديروا شي حاجه كثيره. انا كانت عندي واحد الحوته نيت اللي هي صيدها راجليها هي، وكاينه غير انا ووليداتي. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الطويجين هذا، عادي في الصراحه وبسيط. مهم البنات، كنتمنى ان شاء الله تدعموني، وكنتمنى تفعلوا الجرس، وكنتمنى تابوناو في فلاشين باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. مهم شكرا لكم وشكرا للتفاعل ديالكم. ومهم انا دابا غادي نوجد لكم هاد الطويجين هذا اللي الصراحه ما فيهش شي حاجه، يعني بسيط، طويجين بسيط، يعني ما فيهش شي حاجه. هذه حوته اللي تصيدها راجلي كيف ما كتشوفوا، تيقولوا لي الشرغور، ركت منقياها ودرتها في كونجيلاتور، وهذا واحد الطريفات ديال الرايه. المهم هذا هو الطويجين، ما غنحتاج شي حاجه، غنحتاج غير الحوت. غنحتاج هنا واحد جوج بطيطات، واحد مطيشه نص حامضه مصيره، وهنا واحد البصيله هكا قطعتها مشنفه، وهنايا الربيع، وهنا هذه مطيشه صلصه الطماطم. عندي هنايا واحد شويه الكمون، شويه البزار، شويه التحميره، وشويه ديال الملح، وزويته بلديه، وواحد شويه ديال والثومه، وشويه ديال الورقه سيدنا موسى. المهم البنات خليكم معايا، انا غنوجد الطويجين دابا، وها نتوما معايا غتشوفوا الطريقه سهله في الصراحه وبسيطه، ماشي شي حاجه. المهم ها نتوما البنات، غادي ندير البصيله هي الاولى، الطويجين لتحت كما كتشوفوا، ها هي البصيله. غادي ندير البنات، سمحوا لي نقطع مطيشه هكايا دواور، هانتوما البنات مطيشة هكا دواور، نقطع بطيطة، أنا الصراحة ما كنتش غادي نشارك معاكم، ولكن قلت علاش لا، الإنسان ماشي ضروري يدير شي حاجة اللي هي كثيرة، عادي يصورها. المهم انا بغيت نشارك معكم اي حاجه كندير، حاجه زوينه، حاجه خايبه، حاجه قليله، حاجه كثيره. المهم اي حاجه نشاركها معكم. هانتوما البنات، ساهل في الصراحه، دغيا كيوجد، حيت ما كاينش معايا شي حد، ما كاينش معايا راجلي، غير انا ووليداتي. نقطع الحامض هكا، الصراحه هادشي غير عشوائي. غنحطو، وكيجي الصراحه زوين ولذيذ، وخضيره كياكلوها الوليدات، واخا انا ولادي ما تيبغيوش ليا الخضره بزاف حيت كيولفوا الفريت. وما انتم البنات، نحط الحوته ديالي هكا من الفوق، حيت راكم عارفين الحوت دغيا كيطيب، داكشي علاش درت الخضره من التحت. بطاطا كتشد شويه الطياب. المهم ها انتم البنات، هنايا غادي نزيد ندير داك العطريه ديالي كما كتشوفوا مليحه، غير شويه البزار كما كتشوفوا، الكمون، الحوته البنات كيبغي الكمون، دير معلقه كبيره ديال الكمون، شويه كيبغي الكمون. هذه ورقه ديال سيدنا موسى، غنحطها غير هكايا. صافي البنات، غادي ندير زويته، زيت البلديه راه زوينه، ما عندكمش منها تضركم والو، ما تخافوش منها. هانتوما البنات، ونسيت ما قلتش لكم الخرقوم بلدي. صافي نحركو هادشي مزيان، انا ما غندير فيه لا حار لا والو، حيت راكم عارفين الدراري الصغار ما كياكلوش الحار. نزيد
سميتها. ندير البنات واحد النقيطه ديال الماء باش شويه الخليط يخفف. نخلي غير شويه صافي. ها لاصوص ديالنا وجدات كي كتجي هانتوما صافي. نخويو عليه الحوته من الفوق وعلى الخضراء على كلشي. طويجين عادي ما فيش شي حاجه. نتوما البنات عندي هاد الصوص هادي كنديرها في كل شيء، كنديرها في بيتزا، كنديرها في كل شيء. غادي نزيد شويه كتجي زوينه. نزيد شويه غير هنا هكا من الفوق. وها الطويجين ديالنا ها هو واجد سهل سهل طاجين. المهم البنات انا دابا غادي نديرو يطيب. غنزيد عليه شويه ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء بحال هكا حيت ما غاديش يبغي ولا غير نص كاس حيت ديجا زدت الماء في القامه ديالو. غنزيد واحد نص كاس ديال الماء باش نديرو يطيب. المهم انا غنديرو يطيب، ملي غيطيب غادي نوري لكم كيفاش غيجي. طاجين ساهل يعني ماشي شي حاجه اللي فيه صعيبه، يعني باي حاجه تقدروا ديروه بالدجاج بحوت باش ما كان عندكم توجدوا طويجين. ماشي ضروري الانسان ضروري يدير شي حاجه اللي هي كثيره. المهم كنشكركم بزاف وكنتمنى تدعموني وكنتمنى تشاركوا وشكرا لكم بزاف. انا غادي ندير الطاجين دابا يطيب، ومني غيطيب غنرد